عملية الإنقاذ وعملية الإنعاش تتم للناس الكل ولا الناس دون ناس؟ تتم للناس الصغار ونقتلوا الكبار اللي هما جابوا الناس الصغار. هذا التو اللي قاعد نشوف فيه في الإنعاش، يقول لك هذا صغير ننعشوه، هذا كبير كان مات كان عاش. أنا عندي المدام توا قاعدة تقاسي في ربي إن شاء الله يفرج عليها، ما همش مقصرين هنا، يخدموا ويجريوا وعاملين كل المجهودات إلا يلزمها الإنعاش. الإنعاش يهزوا في الصغار ويخليوه في الكبار. قولي يا أمك صاحي بلاصتها مضمونة في فطومة برقيبة في الرياح، هذاك الرياح وش اسمه بتاع فطومة برقيبة، أقسم بالله تقول واحد حلول الجنة في وجهه. وقالوا لي ها عندنا مرأة أخرى زادة ماشية للعمران، لسبيتار العمران بتاع مسوي، أقسم بالله قريتهم بعيني تبعتها. حتى لين وصلت المستير قالوا لي ما عندكش حق تدخل، دخلها ريتها دخلها للسبيطار. سالت غادي كيف سبيطار مستير، قالوا لي راهو المراه اللي كانت ماشيه للسبيطار عمران العمران هذيك ما قاولهاش بلاصه، ام دكتور هنا ام طبيب حطها في بلاصتها، وامك مسامية رجعها دورها لهنا. كيما حلوا لي باب الجنه قالوا لي امك واش صبرنا على بلاصه واش تمنع، بعثتني علاش بنقول بلاصتها؟ اما امي مش خير من امها زاده، مثالش حالتها امها اكثر مثالش. هو امه قال لي امها كانت هنا حطوها في 30 متر نقصوا له ولا يحطوا في 15 متر، قال حالتها تحسن انت ما غاديش نبعث لها خاطر امكانيات خير وخير. قال لي برا حتى انت عند امك بعثت لي جرتك ما لقاوش بلاصه حطاني في بلاصه امها، واليوم حطوا لها هنا في 40 متر واليوم صباح حاطيني لها 60 متر خاطر بالترونسبور زادوا عكروا لها حالتها. هذا معناها حادثة صارت ماهيش واحد، عندنا مريضة عندنا زوز مرضى، تم تحويل المريضة الأولى واخذوها في قسم الإنعاش، وتم تحويل المريضة الثانية وخرجت بها السامي تقريبا متزامنين، هما واحدة سبقة واحدة شوية. المريضة الأولى اخذوها والمريضة الثانية معناها ما تمش أخذ، معناها ما تمش إيوائها في قسم الإنعاش على أساس أنه أسرت الإنعاش أكومبلي، معناها تبجيل المريض على مريض راهي ما تنجمش تكون لا هي أخلاقية ولا يسمح بها القانون. اللي عندنا هما 6 آلات للمساعدة على التنفس، 4 أوبتي فلو و2 فياني، يسون توس أوكيبي، فيهم اللي عند مرضى كبار في السن وفيهم اللي عند مرضى صغار في السن. اللي معناها يستحق الآلة على حسب الطبيعة الصحية وعلى حسب وضعيته الصحية يقدرها الطبيب. نحن ديجا طالبين من وزارة الصحة وطالبين من الإدارة الجهوية والكل على أساس أنه يتم دعمنا بمزيد أكثر من الآلات، خاصة وأنه يقع الاحتفاظ بمرضى حالاتهم الصحية حرجة على خاطر عدم توفر أسرة الإنعاش على مستوى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك المرضى هذوك المرضى بينا يزيدونا بيان سور، عندنا حاجة في الآلات المساعدة على التنفس كما قلت لك، معناها لي فياني اي لي زوكتي فلو اي سيرتو لي زوكتي فلو، وراهو معناها المعدات اللي عندنا المتوفرة يقع استعمالها لجميع المرضى على حد السواء، ما فماش تمييز بين مريض كبير ومريض صغير، فما التمييز الوحيد اللي يقدره الطبيب هو بين حالة المحالة الصحية للمريض وبين حالة صحية أخرى.